مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. مساء الخير. موقفان متناقضان ميزا المشهد المحلي. الأول إعلان الوزير المشنوق أن مبادرة الرئيس الحريري لن تتوقف وأن حركته ستتواصل لإنجاحها، والثاني إعراب الرئيس سلام عن أمله في تفعيل عمل الحكومة في المرحلة المقبلة. الموقف الأول يوحي أن الاستحقاق الرئاسي لم يعد بعيدا، في حين أن الموقف الثاني يؤشر إلى أن تفعيل الحكومة هو بدل عن ضائع الرئاسة الضائعة. فأي موقف هو الأكثر تعبيرا عن الواقع؟ تزامنا، لا يزال لبنان السياسي يعيش زمن الأعياد. وحدها جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل ستكسر ولو شكليا برودة العطلة الطويلة التي توجتها برودة الطقس العاصف. إقليميا، العاصفة الدبلوماسية بين السعودية وإيران مستمرة، وآخر تداعياتها إعلان مجلس التعاون الخليجي عقد اجتماع استثنائي السبت المقبل في الرياض. أما دوليا فتتصاعد الأصوات مطالبة بالتهدئة منعا لانهيار المسار التفاوضي لمؤتمر جنيف. البداية من فقرة رغم كل شيء. تطبيق لبناني بحل أزمة غياب وترقيم الشوارع والأبنية. معظم المناطق اللبنانية بتعاني من غياب التخطيط العمراني السليم وغياب ترقيم الشوارع والأبنية بالطريقة المناسبة اللي بتسهل الوصول إليها. وأمام هالواقع قام الشاب اللبناني روني شبلي وشركائه كامل سماكية وإميل حرب بتطوير تطبيق خاص بالهواتف الذكية اسمه إيدراس، بيساهم بحل هالمشكلة عبر تحويل العنوان إلى رمز معين مؤلف من 3 أرقام و3 أحرف، وبهالطريقة بيصبح لكل شخص أو عائلة عنوان متحرك يتنقل معهم حتى لو تم تغيير مكان السكن. يمكن لأي شخص آخر من مستخدمي إيدراس الوصول للعنوان عبر التواصل مع أصحاب العنوان المقصود أو عبر الخريطة الموجودة داخل التطبيق. إنجاز جديد يضاف لسجل القطاع الرقمي بلبنان والشركات الناشئة، ليأكد مرة جديدة على قدرة الشاب اللبناني الكبيرة للتفوق والتميز بإمكانيات قليلة. Who wants to fill out those forms when you can just plug in 6 characters? حمى التغيير الديموغرافي انطلاقا من عملية بيع العقارات تضرب هذه المرة بقوة في مغدوشي داخل عظيمة. هذه هي بلدة مغدوشي في الجنوب، ثاني أكبر بلدة كاثوليكية بعد زحلي. مغدوشي التي تحوطها بلدتان الغازية وزغدرية الشيعيتان تتعرض حاليا لعملية قضم عقارية ممنهجة بعد سلسلة بيوعات لمساحات واسعة من أراضيها. تبلغ مساحة مغدوشي المطرية 4,200,000 متر مربع، المساحة المباعة 529,000 متر مربع، أي أكثر من 18% من مساحة مغدوشي المطرية الإجمالية. وهذه الخريطة تظهر بوضوح من خلال اللون الأصفر الأراضي المباعة على أطراف البلدة والتي بدأت تتمدد نحو الداخل، أما أبطال البيع فسماسرة من مغدوشي والإغراءات المالية بلا سقف. الأراضي اللي انباعت 80% شاريها رجل أعمال اسمه محمد دنش. القصة واضحة كتير، في عملية استغلال بعملية البيع وفي عملية مضاربات عم تصير. كل الناس بتعرف أنه محسوب على الرئيس بري، مين بيبون عمين ما بعرف، بس بعرف أنه محسوب على الرئيس بري. هذه الأراضي بيعت الواحدة تلو الأخرى، وإذا عدنا إلى حركة البيع يتبين أن نسبة 5% سجلت بين عامي 1985 و1991، أي خلال التهجير، في مقابل 15% سجلت بين 1991 و2000 ومثلها بين 2000 و2005. أما النسبة المتبقية فسجلت في السنوات الأخيرة وسط مخاوف من أن تتحول العقارات مجمعات سكنية أو دينية تغير ديموغرافيات المنطقة. تجمع شباب مغدوشي انه وقفنا ضد هالموضوع، عم يصير في دفع اسعار عالية جدا بالنسبة للارض، عم يوصل المتر ل 300 و400 دولار. هذه سيدة المنطرة حارسة مغدوشي، وفي هذا الموقع انتظرت مريم العذراء يسوع عندما جاء الى مدينة صيدا، لكن المفاجأة ان متمولا صيداويا اشترى عقارا متاخما لاراضي الوقف قبل ان يتم استرداده باضعاف سعره. تم استردادها من قبل رجل الاعمال الاستاذ توني جدعون، هي كان يعني 2200 متر من الكزبر اللي هو اشتراها ب 330,000، باع على السيد جدعون ب 500,000. هذا هون مشكله الدوله بهذا الموضوع، عم بتحول الارض تبع المسيحيه بصريح العباره الى ارض عم بيعملوا عليها مضاربات.
لازم يرجع للبلدية، حق براءة ذمة البلدية، وهون بصفي ما فيك تعمل بيع وشراء إذا ما يكون معك براءة ذمة بلدية. صحيح أن بعض مسيحيي مغدوشي يبيعون أرضهم، لكن الأخطر أن تتفلت الأمور باتجاه فرز ديموغرافي يطيح بالعيش المشترك. فأين نواب المنطقة وفعالياتها؟ وهل الرئيس بري راض أو في جو ما يحصل؟ هل تنعكس مواقف السيد حسن نصر الله سلبا على اللبنانيين العاملين في السعودية؟ دنيز رحمي فخري. لم يعد خافيا على أحد أن تراجع الاستثمارات في المملكة العربية السعودية بعد توقيف شركة بن لادن للمقاولات قد ترك أثاره على عدد لا يستهان به من المستثمرين اللبنانيين في المملكة. إلى هذه الأزمة تضاف اليوم مواقف حزب الله ضد السعودية والعائلة المالكة، ما قد ينعكس سلبا على اللبنانيين العاملين في السعودية. قبل ما يكون عندي حس وطني إيراني أو حس وطني عربي بدي يكون عندي حس وطني لبناني. شو يعني؟ شو مطلوب من القوى السياسية؟ لأنه اليوم أن لا تأخذ مصالح اللبنانيين والشعب اللبناني رهيني لمواقف سياسية قد تطلقها وما بتربحنا بالسياسة بس ممكن أن تخسرنا بالاقتصاد، وهي مسؤولية وطنية منحطها ومنحملها شخصيا لسماحة السيد، عم نوجه له كلام شخصي، ما إلي مصلحة أنا باليمن كلبناني، إلي مصلحة بلبنان. في المملكة العربية السعودية يعمل 350 ألف لبناني، حجم الاستثمارات اللبنانية فيها في المجال الصناعي يفوق الملياري دولار، فيما تفوق الاستثمارات العقارية 10 مليارات. يعتبر كمان حق الدفاع عن مصالح اللبنانيين العاملين بالخليج اللي دائما عم نقولها نوع من انواع المقاومه، بدي حافظه على لقمه عيشه لانه هو اللي عم بيقدم لي مقاومه الاقتصاد اللبناني للانهيار. لبنانيو الاغتراب لا سيما من يعمل منهم في الخليج هم حتى الساعه رافعه الاقتصاد اللبناني والدعامه الرئيسيه له، اذ يبلغ معدل ما يوصلونه الى لبنان 4.5 مليارات سنويا، منها اكثر من 2 مليارين دولار من السعوديه وحدها. فلمصلحة من التهديد المنهجي المتكرر لمصدر رزق كل اللبنانيين من كل الفئات، ولمن يفترض أن تكون الأولوية في الحسابات؟ وزير الداخلية نهاد المشنوق وعقب لقائه المطران بولس مطر أكد أن على كل القوى السياسية القيام بواجباتها والالتفات إلى الداخل في ظل المصائب التي تتخبط بها المنطقة، وعما إذا كان التوتر بين السعودية وإيران سيؤخر عملية انتخاب الرئيس، أعلن المشنوق أننا في قلب الأزمة. بعتقد نحن الآن يعني عم نعاني أزمة ما في شك، ما بعرف وقت طويل أو وقت قصير، بس واضح أن الوضع الإقليمي أسوأ بكثير مما رغبنا وأسوأ بكثير مما أردنا. واضح أنه الغطاء الإقليمي للبنان اللي حماه حتى الآن لمدة 4 سنوات من كل الحرائق المحيطة فيه بدأ بالتراجع. يعني تصريح النائب محمد رعد امبارح ما في شك انه يعني ما بيساعد او ما بيسهل اتمام الحوار. مع الوزير بقيادة الرئيس الحريري والنائب سليمان فرنجية بعد قائمة ولا فينا نقول انتهي؟ نحن المبادرة هدفها استقرار النظام وانتخاب رئيس الجمهورية. وهذه حركة التواصل ما رح تتوقف. كتلة المستقبل دانت تدخل حزب الله في شأن داخلي سعودي، مؤكدة أن الحزب ملتزم مع إيران على حساب لبنان. ترفض الكتلة تدخل حزب الله على لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله وغيره من مسؤولي الحزب في شأن داخلي سعودي يتناول سعوديين أدينوا بجرائم إرهابية من قبل القضاء السعودي الذي أصدر قرارات قضائية هي من القرارات السيادية لأي دولة. ترى الكتلة أن هذه المواقف هي تدخل فاضح وصريح مرفوض في شؤون دولة شقيقة تحمل لبنان كل الخير والدعم والمساندة في المحن والأزمات، وإن الواجب الوطني يقضي بإبعاد لبنان وشعبه عن التورط في المزيد من المشكلات، ولا سيما بعد أن سبق لحزب الله أن أقحم لبنان واللبنانيين في الحرب الدائرة في سوريا. في الأثناء الكباش السعودي الإيراني يتوالى فصولا، وروحاني يعتبر أن الرياض لا يمكنها التغطية على جريمة إعدام النمر بقطع العلاقات مع طهران. جوال زيلي.
تشتد الأزمة السعودية الإيرانية إثر إعدام الرياض للشيخ الشيعي نمر النمر والهجوم على السفارة السعودية في طهران، ما يترافق مع تزايد القلق الدولي من تداعيات الأزمة على المنطقة خصوصا على الملف السوري. وفي وقت أعلن مجلس التعاون الخليجي عقد اجتماع استثنائي السبت المقبل في الرياض لمناقشة التوترات مع إيران، أعلنت البحرين وقف الرحلات الجوية من إيران وإليها لتحذو بذلك حذو السعودية. أما الكويت فاستدعت السفير الإيراني احتجاجا على الاعتداء على السفارة السعودية. من جهته دعا الائتلاف السوري المعارض الدول العربية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني لم يغير من موقفه، بل اعتبر أن السعودية لا يمكنها التغطية على الجريمة بقطع العلاقات مع طهران، محذرا من تأثير الخلاف على الحرب ضد الإرهاب. في موازاة ذلك تعلو الدعوات إلى التهدئة في أروقة الأمم المتحدة المناهضة لحكم الإعدام، لعل المبعوث الخاص لمستورة خلال زيارته الرياض ومن ثم طهران يحول دون تنفيذ حكم الإعدام بحق مؤتمر جنيف. السيد ديمستور يعتبر أن الأزمة في العلاقات السعودية الإيرانية هي تطور مقلق للغاية، ويشدد على الحاجة لإعطاء ضمانات بأنها لن تسبب سلسلة من العواقب السلبية على المنطقة كلها. السفير السعودي لدى الأمم المتحدة أعاد الكرة إلى الملعب الإيراني، مؤكدا أن تدخل طهران في شؤون الدول الأخرى هو ما يؤجج الأزمة. العداء مع إيران ليس بالفطرة، إنما مشكلتنا تكمن مع سلوك الحكومة الإيرانية التي لا تزال تتدخل في شؤون الداخلية للدول الأخرى وخصوصا الدول العربية وبمن فيها نحن. لهذا السبب اتخذنا هذا الموقف. وفي سلسلة دعوات التهدئة دعا رئيس الوزراء التركي إلى العودة إلى الحوار الدبلوماسي تفاديا لتأجيج الأزمات في المنطقة. ألمانيا اعتبرت من جهتها أن السعودية وإيران مدينتان للمجتمع الدولي بتنحية خلافاتهما جانبا والتركيز على مناهضة تنظيم الدولة الإسلامية. وفي هذا الإطار رأت الصين أن العودة إلى الحوار والتهدئة بين طهران والرياض تصب في مصلحة المنطقة. في التقرير الخاص، دراسة رسمية تؤكد أن جميع اللبنانيين عرضة للإصابة بالسرطان جراء النفايات المكدسة. لم تعد النظريات والتحذيرات أو المخاوف من خطر حرق النفايات تجدي، بل أنها أصبحت ملموسة وفعلية بعدما أكدت دراسة البحثية إلى وجود مجموعة مواد كيميائية تحوي على سموم خطرة في الهواء تنتج عن حرق النفايات وتؤدي إلى الإصابة بالسرطان. من منا بشكل أو بآخر لم يتنشق هذه المواد السامة؟ عيادة رأس السنة بالمستشفى بسبب الأوساخ اللي عم تنشق على الطريق. تعشب بالليلة الرواية الجيل المستقبل الله يعينه كيف بده يعيش. تمت هذه الدراسة العلمية بالتعاون مع أهم الجامعات في لبنان كالأيوبي والأنديو واليو أس جي، واختصرت بفريق عمل استعمل تقنيات عالية لقياس الديوكسين والهيدروكربونات العطرية في المنطقة المحيطة بأحد المكبات العشوائية التي تم إضرام النار فيها. وأسفرت الاختبارات عن نتائج صاعقة، إذ أشارت إلى ارتفاع في كميات المواد المسرطنة بقدر 416 مرة أكثر من نتائج دراسة أجريت عام 2014 في إحدى المناطق الصناعية. ماذا يعني ذلك؟ قصدنا الدكتور فادي نصر ليوضح لنا ما جاء في نتائج الاختبار. وهالمادة اللي اسمها ديوكسين هي من الملوثات الثابتة، من سمناها ثابتة يعني بتبقى مدة طويلة، يعني تقريبا لستة سبعة ثمانية وعشر سنين بتلزق على شو ما كان، على الأشياء العضوية وغير العضوية. وأهم من هيك، بس نحن نتنشأها بالهواء ونخدها فيها تبقى بجسمنا تقريبا 7-10 سنين، وهي المادة خطيرة جدا. ونحن معرف أنه هاي المادة بس تكون عالية بالهواء ونحن نتنشأها بتبقى كتير عنا، وهي فيها تسبب السرطانات بالمستقبل. أنه هاي المادة عالية كتير، تقريبا 34 مرة زيادة عن الشيء طبيعي، أكيد عالية بالمناطق اللي كان عم تحترق حد الزبالة. الأخطر من ذلك أنه تم توثيق وجود مادة الدايبنزو أنثراسين لأول مرة في الهواء اللبناني، وتعتبر هذه المادة مسرطنة من الدرجة الأولى حسب معايير منظمة الصحة العالمية، وهي تصدر بشكل رئيسي عن الاحتراق غير الكامل للنفايات. حسب مدة التعرض لهالمواد، يعني احنا نتعرض لأشياء سامة كتير بحياتنا كجسم إنسان بكافة الظروف، لكن كمية التعرض ووقت التعرض هن أساسيين. أهم شيء فينا نعمله حاليا هو إيقاف التعرض المستمر، بأنه نمنع الحرق ونمنع أنه يكون في emissions أو يكون في انبعاثات أخرى
من حرق النفايات بشكل جوي. بقى نقص الخطر وهواء لبنان ملوث بأخطر السموم، والدولة عاجزة عن فعل أي شيء رغم مناشدات وزير الصحة، فإطلاق حالة طوارئ لن تقدم أو تؤخر في ملف حرق النفايات في المكبات العشوائية. طلعت ريحتكم من جديد في قصر العدل، والمدعي العام المالي يعد بنشر تفاصيل ملف سكلين خلال 20 يوما. وعدنا المدعي العام المالي رح يعطينا ورقة تفصيلية بتسمي كل دعوة باسم أي شخص مرفوعة، ومين هو الوزير، بأي سنة وقف وما عطى الإذن بملاحقة هيدا الشخص. هذا ما خرجت به مجموعة طلعت ريحتكم أواخر كانون الأول بعد لقائها المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ضمن متابعتها ملفات الفساد في النفايات وغيرها. بعد أسبوعين عادت المجموعة إلى قصر العدل، وفيما أكد إبراهيم للناشطين أن التحقيق المتعلق بالسكلين لا يزال جاريا، حصل هؤلاء على وثيقة تحمل أسماء وزراء ومحافظين ومؤسسات لم يتعاونوا مع القضاء فيما يخص شبهات طاولت أشخاصا يعملون تحت مظلتهم. أعطانا هون تقريبا يعني شي 12 حادثة، وين أنه يا وزراء يا محافظين ما ردوا على استجوابات من القضاء بخصوص أشخاص معينين بوزاراتهم أو بالإدارات يلي هن فيها. بمجرد هن ما عطوا جواب هون كأنه عم بيعرق له القضاء. بالنسبة لموضوع سكلين وعدنا كمان المدعي العام المالي القاضي إبراهيم أنه لح يرجع يعطينا الملف كاملا وبخواتمه من هلأ لشهر. في الأثناء طلب من الناشطين علي سليم وكلود جابر الحضور إلى مخفر البرج الخميس المقبل على خلفية رفعهما صورة للحكومة مع الرؤساء الثلاثة كتب عليها زبالة لبنان. مبدئيا الدعوة إيه للاستماع للإفادة بخصوص هذا الملف، بس نرجع منقول أنه هذا ترهيب ضد حرية إبداء الرأي نحن وحرية التعبير كمواطنين صرنا 6 أشهر على الأرض، وهذا أكيد ما لح تسنينا. لما السلطة التنفيذية تحول الحكومة اللبنانية تحول كل لبنان لمكاب للنفايات، قلنا بالحق نقول أنه هذه الحكومة هذه السلطة التنفيذية هذه زبالة لبنان. طلعت ريحتكم التي وعدت بمتابعة ملف سكلين دعت كل من لديه أي معطيات تسليمها للمجموعة أو للقاضي إبراهيم. نعمة الأمطار التي حلت على لبنان تحولت نقمة في بعض المناطق. في الهري أدت الأمطار الغزيرة والسيول إلى انهيارات في الأتربة والصخور على الطريق البحرية القديمة عند النفق، ما أدى إلى إقفال الطريق كليا، وعملت بلدية حمات على جرف الأتربة والحجارة والصخور وفتح الطريق المؤدية إلى البترون وطرابلس. كما أدت الأمطار الغزيرة إلى انهيار التربة على طريق الذي يربط بين أبي سمرة والكبة في طرابلس، مما أدى إلى قطعها، وعملت عناصر قوى الأمن إلى تحويل السير إلى مسارب أخرى. ولا يزال مرفأ صيد البحري مغلقا في وجه الملاحة البحرية بسبب الأنواء البحرية والأمواج العاتية التي تضرب الساحل اللبناني منذ بدء عاصفة فلاديمير. تم تحويل وجهة البواخر إلى موانئ بيروت لإفراغ حمولاتها، كما أثرت العاصفة على حركة الصيادين فبدت مشلولة. ونهر الكلب لم يكن بعيدا عن الصورة، حيث ارتفع منسوب المياه جراء الأمطار الغزيرة بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى احتجاز وتعطيل عدد من السيارات بعد أن غمرتها المياه. بلدة الوزان تستفيق على الدخان المتصاعد جراء القصف الإسرائيلي على البلدة بعد العملية التي شنها حزب الله ضد دورية إسرائيلية في مزارع شبعة. كما بعد كل اعتداء يستفيق أهالي بلدة الوزاني على الدخان المتصاعد من القنابل الفوسفورية والانشطارية الإسرائيلية التي تسقط على أطراف بلدتهم، فبعد العملية التي شنها حزب الله ضد دورية إسرائيلية في منطقة مزارع شبعة وبعد الرد الإسرائيلي عليها، جل كل من رئيس البلدية أحمد المحمد والنائب قاسم هاشم وقوات اليونيفيل على مكان سقوط القذائف لمعاينة الأضرار المادية التي لحقت بشبكات المياه المخصصة لري المزروعات، كما عمل فريق هندسي إسباني على تصوير بقايا القنابل التي ما زالت مشتعلة تمهيدا لإعداد تقرير عنها ورفعه إلى المراجع الدولية المختصة. المقاومة تقوم بواجبها في سبيل استكمال تحرير ما تبقى من أجزاء محتلة من أرضنا في مزارع شبعة وتلال كفرشوبة والجزء اللبناني من غجر وغيرها من الأراضي، لكن من غير الطبيعي أن يقوم هذا العدو بقصف للمناطق المحررة من أرضنا. أهالي البلدة اعتبروا أن ما جرى طبيعي ولن يخيفهم وسيبقون في منازلهم ومتمسكون بأرضهم. طبيعي جدا بالنسبة لنا كمنطقة الوزانية. ترى ما في أي خوف، عم نحن هذا المنطقة صار من 48 هي ذاتها بعدها.
رغم ذلك فإن على الدولة والجهات المعنية تأمين كل ما يلزم ليبقى اللبنانيون في أرضهم من خلال توفير كل عوامل الصمود لهم. إرجاء محاكمة الأسير إلى نيسان المقبل بعدما تقرر فصل ملفه عن ملف موقوفي عبره. أرجأت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن خليل إبراهيم جلسة محاكمة الإرهابي أحمد الأسير إلى 26 من نيسان المقبل. التأجيل هذا أثار سخط عائلات شهداء الجيش الذين سقطوا في عبرة. هذا التأخير ممكن يكون كتير مقصود بالنسبة للمساومة على عم تصير كرمال أحمد الأسير. يعني نحن اكتشفنا عن جديد أنه داعش عم الطالب بالشيخ أحمد الأسير. منتسائل مش هيدي دلالة إدانة؟ نحن منعرف شو صار سابقاً بالنسبة لنهر البارد، التسوية تبع شاكر العبسي، هل سوف تتكرر؟ التأجيل جاء بعدما قررت المحكمة فصل ملف الأسير عن ملف موقوفي أحداث عبرة. لا شك أنه هيدا القرار من المحكمة ريح كل الموقوفين، رح يستفيد منه الموقوفين يلي هن صار لهم فترة طويلة من الزمن موقوفين وبدون ما تستكمل الإجراءات المحاكمة، رح يأمن لهم حقهم الطبيعي بالدفاع عن نفسهم، ما أنه يكونوا بس مربوطين أو مرتبطين بمتهم أساسي موجود بالملف اللي هو الشيخ أحمد الأسير. وقد ردت المحكمة الدفوع الشكلية التي تقدم بها وكلاء الدفاع عن الأسير. استهدف الجيش اللبناني بقذائف مدفعية منتصف ليل أمس تجمعا لداعش في منطقة خرب الداود في جرود عرسال، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. بعد الإعلان إيجي يبتلع المهاجرين وعملية حق الشهيد. عثر خفر السواحل التركي على جثث 34 مهاجرا من بينهم 3 أطفال في موقعين على ساحل بحر إيجي بعد غرق زورق كان من المفترض أن يقلهم إلى جزيرة ليسبوس اليونانية. وتواصل البحث عن الناجين في 3 زوارق وطائرة هليكوبتر في وقت وردت معلومات عن نجاة 12 لاجئا. أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة أن ترسانة الأسلحة الكيميائية التي أعلنتها سوريا في 2013 تم تدميرها بالكامل، لكن المنظمة لا تزال قلقة حيال الاتهامات باستخدام غازات الخردل والسارين والكلور. وفي المقابل صرحت وزارة الخارجية الروسية أن تنظيم داعش في سوريا ربما يستخدم سلاحا كيماويا في وقت تقلصت الأراضي الخاضعة لسيطرته عام 2015 بنسبة 40% في العراق و 20% في سوريا، وفق ما أعلنه متحدث باسم التحالف الدولي. تنظيم داعش في ليبيا استأنف القصف قرب ميناء السدر النفطي لليوم الثاني على التوالي وفق ما أعلنه متحدث باسم حرس المنشآت النفطية، مشيرا إلى أن المتشددين كانوا على بعد 30 كيلومترا من الميناء. الهجوم أدى إلى إصابة صهريج تخزين نفط في الميناء ما تسبب بحريق كبير. مواجهة عنيفة يخوضها الجيش المصري ضد تنظيم ولاية سيناء الموالي لداعش في إطار المرحلة الثانية من العملية العسكرية حق الشهيد. خسائر فادحة تتوالى في صفوف تنظيم ولاية سيناء الموالي لداعش. أكثر من 100 قتيل نجح الجيش المصري في تصفيتهم خلال الأيام الأخيرة، فضلاً عن عشرات المصابين منذ إطلاقه مرحلة ثانية لعملية حق الشهيد العسكرية. مثلث العمليات الملتهب العريش رفح الشيخ زويد شهد كذلك سلسلة من التفجيرات الإرهابية لمدرعات الأمن أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة. جيل جديد من هذا التنظيم. هذا الجيل كان ينقص الجهاز الأمني معلومات عنه كتيرة جدا. في الفترة الأخيرة نجحت الأجهزة الأمنية للوصول إلى كم ضخم جدا من المعلومات عن هذا التنظيم. قبضت على عناصر متنوعة متعددة من خلال حملة حق الشهيد وما قبلها من حملات. عمليات الجيش المصري تهدف وفق المحللين لإجهاض هجمات إرهابية كبرى كان مخططا لها بالتزامن مع اقتراب الذكرى 5 لثورة يناير، خاصة في ظل تهديد جماعة الإخوان المسلمين باستخدام ما سمته كل الوسائل في مواجهة الأمن المصري.
الخطط اللي بتعملها جماعة خطط فاشلة وإعادة الخطط فاشلة. والمعروف أن جماعة الإخوان ليس لها هدف، جماعة الإخوان بتؤدي دور في المنطقة. رغم نجاح المرحلة الأولى من عملية حق الشهيد في تصفية نحو 500 من العناصر الإرهابية في سبتمبر الماضي، إلا أن استمرار الإرهاب في شمال سيناء دفع الجيش لإطلاق مرحلة ثانية. ومع دعوات الإخوان إلى العنف الصريح، يبقى الجميع في حالة ترقب للذكرى الخامسة لثورة يناير بعد أيام. هشام مهران، MTV، القاهرة. تقترب أجهزة الأمن البريطانية من كشف هوية المسلح المقنع ذي اللكنة الإنجليزية الذي ظهر في فيديو إعدامات داعش الأخيرة. وانتشرت في وسائل الإعلام البريطانية صور لمن يعتقد أنه الإرهابي المنشود اسمه سيدهارتا داهار، وهو بريطاني متطرف معروف باسم أبو رميصة. شارك في تظاهرة أمام السفارة الأمريكية في لندن في 11 أيلول 2011 واعتقل عام 2014 لتقديمه الدعم لمنظمة المهاجرون المتطرفة المحظورة. أفرج عن سيدهارتا داهار بكفالة وتمكن من مغادرة بريطانيا مع زوجته وأولاده إلى باريس ومنها إلى تركيا فسوريا. رئيس الحكومة تمام سلام أكد من السراي في دادشة مع الصحفيين ضرورة أن يحمل مطلع العام الجديد تفعيلا لعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، لأننا كمسؤولين عجزنا عن إنجاز أمور بسبب الشلل الذي أصابهما. كما التقى الرئيس سلام أمين لجميل الذي أكد أنه علينا أن نهتم بأنفسنا وبشؤون البيت اللبناني وأن نتعاون وأن نتوافق لإنقاذ البلاد. مطلوب منا أقل شيء ننزل ننتخب رئيس، ترجع تستقيم المؤسسات الدستورية، مجلس نواب، مجلس وزراء، وبالتالي يرجع المواطن يقدر يطمئن للقمة العيش، يطمئن إلى مستقبله. فاللي عم بيعطل هالمسار 128 نائب اللي مفروض ينزلوا على مجلس نواب ينتخبوا رئيس حتى تنتظم الحياة السياسية بلبنان، هودي بيتحملوا مسؤولية كبيرة. النائب جورج عدوان لفت إلى ضرورة القيام بجهد كبير من أجل إعادة تفعيل عمل الحكومة، كما إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية. وأكد بعد لقائه الرئيس نبيه بري أن عمل اللجنة المكلفة درس قانون الانتخابات مستمر. كل يلي تسرب ما له علاقة بحقيقة ما يجري وبمصداقية ما يجري، وبالتالي العمل مستمر. وطبعا البحث عم يتقدم بين الاحتمالات، كلنا بنعرف انه محصورة بنوع خصوصي بقانونين، وعم نجرب انه نبحث بالنقاط يلي فيها تباعد او فروقات بين القانونين لنقرب بيناتهم. وبتعرفوا كلكم انه اللجنة منكبة بكل جدية لأنه المهلة بتخلص بآخر هالشهر. ودعا لبنان الوزير السابق فؤاد بطرس في مأتم رسمي في كاتدرائية مارن أولى في الأشرفية. فطر قلب فؤاد بطرس على وطن شاءه فريدا، فإذا به يصبح ساحة وملعبا، وعلى دولة أرادها قوية فإذا بها ضعيفة تتحكم فيها الطائفية والمذهبية والفوضى والمحسوبية. بهذه الكلمات استهل متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده جنازة الوزير السابق فؤاد بطرس، حيث ودعه لبنان اليوم في مأتم رسمي في كاتدرائية مارن أولى في الأشرفية. إن الكلام مهما طال لعاجز عن الإحاطة بصفات هذا الرجل الاستثنائي وعن إنجازاته، ومن أهمها إصدار قراري مجلس الأمم رقم 262 و425 اللذين أدانا إسرائيل لاعتدائه على لبنان. عاش في زمن الكبار وكان رجل دولة من الطراز الرفيع،
طبع عصره وترك بصماته حيثما حل، تخطت سمعته حدود لبنان، بقي قلقا على مصير لبنان بسبب الأوضاع الداخلية والأزمات الخارجية، وتوصل إلى خلاصة أن المأساة التي نعيشها تفرض الاهتمام بتأمين ثقافة ديمقراطية للمواطنين وللحكام على السواء. غاب بطرس وغاب الحلم معه، حلم بناء دولة لطالما سعى إليها. الام تي في تطلق التصويت لافضل سياسي لعام 2015، التفاصيل مع آلان درغام. من هي شخصية العام 2015 السياسية بلبنان؟ الام تي في رح تفتحكم المجال ابتداء من الليلة لتصوتوا لشخصيتكم المفضلة عبر الموقع الالكتروني وعلى الرابط يلي عم يظهر على اسفل الشاشة. وعن كل الرغبين بالتصويت يزوروا موقع الام تي في الرسمي للاختيار بين 15 شخصية سياسية، والاسماء موجودين حسب الترتيب الابجدي، على ان يستمر التصويت لمنتصف ليل 12 كانون الثاني. وتعلن النتائج يوم 13 كانون الثاني ضمن برنامج بموضوعية. أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. تزامنا مع فرحة الأعياد وضمن لقاء محبة، استقبلت مدرسة سيدة السلام للراهبات الباسليات الشويريات في الدورة العسكريين المحررين وأولادهم، كما ذوي العسكريين المخطوفين لدى داعش. تخلل الحفل رسيتال ميلادي وتوزيع ألعاب على أطفال العسكريين. كشف رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبناني الرجيم مديرها العام نصيف صقلاوي خلال مؤتمر صحفي أن حملة مكافحة التهريب التي تنفذها الإدارة بالإضافة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للرجي أثمر خفض نسب المنتجات المهربة في السوق من 40% إلى 25%، الأمر الذي كان يحرم الدولة عائدات تبلغ نحو 200 مليون دولار. كما تم خلال المؤتمر عرض كميات كبيرة من السيجار المزور التي تم ضبطها. عاد الأديب أنيس فريحة إلى قرية رأس المتن وتحديدا إلى حديقة كنيسة السيدة، حيث أزيحت الستارة عن نصب يمثله بحضور عائلته وفعاليات اجتماعية، وكانت لنجله رضا رسالة إلى والده يهنئه برجوعه إلى رأس المتن التي لطالما اعتبرها له واعتبر نفسه لها. كما اعتبرت ابنة المكرم هدى فريحة قسطنطين أن الأهم هو إنقاذ تراث الضيعة اللبنانية. بعد الإعلان الصاروخ عماد. وتويتر يحمل مثليين. صاروخ عماد في إيران، إجراءات لضبط الأسلحة في الولايات المتحدة وإحياء ذكرى الاعتداء على شارلي إبدو في فرنسا، في هذا التقرير. في وقت تشهد المنطقة أزمة حادة بين السعودية وإيران، كشفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن مخزن جديد للصواريخ تحت الأرض دشنه رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، وفق ما ورد في وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء المقربة من الحرس الثوري. وعرض التلفزيون الرسمي فيديو للمنشأة حيث يخزن الصاروخ الباليستي عماد الذي تم اختباره في تشرين الأول وهو دقيق التوجيه. وكانت الولايات المتحدة أكدت أن هذا الصاروخ قادر على حمل شحنة نووية وينتهك قرار مجلس الأمن الصادر عام 2010. ملف الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية يلقى اهتماما كبيرا من الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي سيتخذ إجراءات لضبط الأسلحة تتطلب حصول المزيد من بائعي الأسلحة على تراخيص وأخضاع المزيد من مشتري الأسلحة لتدقيق في خلفياتهم وسلوكهم. وقال أوباما متحدثا إلى الصحفيين قبل الإعلان عن الإجراءات إنها تتماشى مع التعديل الثاني من الدستور الأمريكي الذي يحمي الأمريكيين في حمل الأسلحة. إنها ذكرى مرور عام على الاعتداء الإرهابي على صحيفة شارلي إبدو في فرنسا. الذكرى الأليمة تم إحياؤها في باريس وسط المزيد من أجواء الوحدة في وجه الإرهاب، حيث توجه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى موقع الجريمة لتدشين لوحتين تذكاريتين تحملان أسماء الضحايا الذين سقطوا خلال الهجمة، كما التقى أولاند عائلاتهم. والآن إلى جيسي والصفحة الاقتصادية.
مساء الخير. بعد المعلومات اللي تحدثت عن إجراءات عقابية على خلفية العقوبات الأمريكية، بدأت تطال حسابات نواب حزب الله الموجودة بالمصارف اللبنانية عبر قرار تبلغته جمعية المصارف. نفيت الجمعية للأم تي في أن تكون طلبت من أي مصرف تجميد حسابات النواب، بوقت أكدت الجمعية أيضا أنه لكل مصرف الحق بالتصرف بما يراه مناسب لحماية مصالحه. تصدرت عناوين 2016 التوترات الإيرانية السعودية اللي عم تتفاعل، وعند دق طبول الحرب لابد من مراجعة للقدرة العسكرية للدول المتناحرة. بعد أعدام السعودية 47 إرهابي من بينهم الشيعي نمر النمر، انفجرت العلاقات بين المملكة وإيران، وبظل مخاوف من حرب عسكرية ممكنة تشعل المنطقة لابد من مقاربة للقوة العسكرية الإيرانية والسعودية. فبحسب موقع Global Firepower، الجيش السعودي بيحتل المرتبة 28 ضمن أقوى الجيوش بالعالم والمرتبة الثالثة عربيا بعد مصر والجزائر، بوقت بيحتل الجيش الإيراني المرتبة 23 بقائمة أقوى جيوش العالم والخامسة بأقوى جيوش الشرق الأوسط. الموازنة الدفاعية للسعودية بتبلغ 56.7 مليار دولار، بوقت بتبلغ الموازنة العامة للجيش الإيراني 6.3 مليار دولار. تمتلك القوات البرية السعودية 1210 دبابات، 5472 عربة مدرعة مقاتلة و956 مدفع. أما الجيش الإيراني فمن 1992 بيصنع الدبابات والصواريخ وبيطور الغواصات، وبتمتلك القوات البرية الإيرانية 1658 دبابة، 1315 مدرعة مقاتلة و2398 مدفع. بضم سلاح الجو السعودي 155 مقاتلة اعتراضية و236 طائرة هجومية، بوقت بضم سلاح الجو الإيراني 137 مقاتلة اعتراضية و119 طائرة هجومية. بيتكون سلاح البحرية السعودي من 55 قطعة، بوقت سلاح البحرية الإيرانية بيتكون من 397 قطعة. بيخدم بالجيش السعودي أكثر من 233 ألف مواطن و25 ألف جندي احتياطي، بوقت بيخدم بالجيش الإيراني 554 ألف مواطن ومليون و800 ألف جندي احتياطي. فهل تعيد هالأرقام حسابات الحرب؟ إلى جولة الأسواق بنبدأها طبعا من بيروت. تراجع مستمر ببيروت بظل ضعف المعنويات وانسداد الأفق بوجه أي حلول. تراجع أيضا رح نلاحظه بالخليج بظل المخاوف من الأزمة طبعا السعودية الإيرانية وانعكاساتها. من الأسهم الخليجية ننتقل إلى الأسهم الأوروبية، حيث قدرت الأسهم الأوروبية أنه تخرج من الضعف اللي طال لأول يوم تداول بال2016 بدعم اليوم من أسهم شركات التعدين والاتصالات، بوقت عم بيستمر الضعف بالأسواق الأمريكية اللي بقيت متأثرة بالبيانات الضعيفة للنمو خاصة من الصين. إلى المعادن، الذهب عم بيرتفع بعد موجة عزوف عن المخاطرة بسبب المخاوف المتعلقة بالنمو بالصين وتصاعد التوترات بالشرق الأوسط، بوقت عادت أسعار النفط لا الهبوط، فضعف النمو بيعني ضعف الطلب ليبدد الخام المكاسب اللي كان حققها امبارح بدعم من التوترات بالشرق الأوسط. إلى العملات، اليورو عند أدنى مستوى بشهر أمام الدولار بظل إعادة التوازن لشهية المخاطرة، واليورو دولار عند 1.0754. نهاية جولتنا الاقتصادية، منتابع الأخبار. شكرا جيسي. عملاق الكوميديا الفرنسية ميشيل جالابرو ودع العالم في فراشه عن 93 عاما. ارسل دكاش. بأرشيف الممثلين يلي قدموا كل حياتهم للسينما الفرنسية وتحديدا الكوميديا، لا شك انه اسم ميشيل جالابرو بيظهر بأول القائمة. جالابرو توفي الاثنين بباريس خلال نومه عن 93 سنة، وتحديدا الساعة 5:30 صباحا بحسب يلي أكدته العائلة لوكالة الصحافة الفرنسية. جالابرو ولد ب 27 تشرين الأول بالمغرب، وكان من المخضرمين بعالمي المسرح والسينما بفرنسا. تخرج مختص بالكوميديا الكلاسيكية والعصرية. هالممثل ترك تاريخ فني حافل على الشاشة الفضية، ساهم بأفلام كتيرة
أشهر لو جندرم دو سان تروبي سنة 1964 مع النجم لوي دوفينيز. وتألق كذلك على خشبة المسرح وتوج بجائزة موليير سنة 2008 وكمان نال جائزة سيزر عن أفضل ممثل عن دوره بفيلم لو جوج الاساسان القاضي والقاتل. والصفة الرياضية مع جورج السويدي. مساء الخير. اعترف المدرب الكتالوني بيبي غوارديولا بشكل واضح وصريح انه رفض تجديد عقده مع نادي الالماني بايرن ميونخ لا رغبته بخوض تجربة جديدة مع احد اندية الدوري الانجليزي الممتاز. وعلى الرغم من تكتم مدرب برشلونة الأسبق بخصوص وجهته القادمة بإنجلترا إلا أنه أغلب وسائل الإعلام البريطانية أكدت أنه وافق بشكل مبدئي على خلافة المدرب تشيلي مانويل بيليغريني بمانشستر سيتي بخلاف التقارير الأخرى اللي ربطت اسمه بتشيلسي واليونايتد أيضا. وعندما سئل عن السبب الرئيسي اللي دفعه لرفض تمديد عقده مع العملاق البافاري أجاب ببساطة أنه بيرغب بالعمل بالدوري الإنجليزي الممتاز لكنه ما حسم قراره بشأن النادي الجديد لهلا. هو سعيد جدا مع بايرن لكن يرغب بتحدي جديد. تحدث مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان لوسائل الإعلام بعد تسلم الإدارة الفنية للفريق الملكي خلفاً الإسباني رافائيل بنيتيز. وعرف المؤتمر الصحافي تغطية إعلامية كبيرة حيث بدأ أنه الصحافة العالمية مترقبة لبداية أسطورة الكرة الفرنسية كمدرب للفريق الأول ريال مدريد. إلا أنه زيدان كان هادئ جداً واستهل مؤتمر الصحافي معرباً عن حماسه الكبير لخوض التحدي والأهم بالنسبة لريال مدريد أنه يلعب الفريق كرة قدم جيدة بنزعة هجومية ويكون الفريق متوازن. ورفض زيدان مقارنته مع بيب غوارديولا وقال له لكل واحد شخصية مختلفة. بيب مدرب رائع ورح أقدم كل شيء عندي لأكون على نفس المستوى. بعيدا عن الفوتبول أحرز سائق بيجو الفرنسي سيباستيان لوب المركز الأول بالمرحلة الثانية من نسخة 38 لسباق داكار اللي ربطت بين فيا كارلوس باز وتيرماس ديريو بالأرجنتين على مسافة 847 كيلومتر. وقطع لوب بطل العالم بالرالية 9 مرات واللي بيخوض الدكار لأول مرة بمسيرته مسافة 387 كيلومتر بزمن 3 ساعات و45 دقيقة و46 ثانية وتقدم على مواطنه وزميله الفريق ستيفان بيترانسل بفرق 2:32 في محل سيئ تويوتا الروسي فلاديمير فاسيليف ثالث. أما سيئ من القطري ناصر العطية حامل اللقب فحل ثامن بفرق أكثر من 4 دقائق عن لوب. وبالدرجات النارية كان المركز الأول بالنصيب للراش كتام الأسترالي توبي برايس بفرق 20 ثانية على البرتغال روبن فاريا على هوسك فارنا وحل سلوفاكي ستيفان زفيتو ثالث على كي تي ام. وكانت المرحلة الأولى مقررة يوم الأحد ألغيت بسبب سوء الأحوال الجوية. هذه كانت أخبار أبرز أخبار الرحلة. يعطيك العافية جورج. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد مع جيري غزال. مساء الخير. العالم كله مرعوب من اعتداءات جديدة معقول يعملها تنظيم داعش الإرهابي، ولمكافحة هالنوع من الإرهاب عم تحاول حكومات العالم أنها تفعل عمليات البحث والمراقبة عن يلي بيجندهم التنظيم لارتكاب الجرائم. وبهالإطار قررت الشرطة بالهند أنه تراقب كل الكيوردز تبع الأشخاص يلي بيفوتوا على جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وبنبش عليهم مثل فيسبوك وتويتر، وعم تفتح تحقيق مفصل بكل شخص بيعمل سيرتش على ايزيس أو سوريا أو جهاد. تاني خبر معنا هو عن موقع تويتر يلي أخذ قرار جديد مع بداية السنة رح يمنع من خلاله أي حساب بيكتب إشياء مناهضة للمثليين أو للمتحولين جنسياً. تويتر نشر على صفحة تويتر رولز بند جديد بحذر فيه من استخدام لهجة تهديد أو كراهية ضد المثليين، وإلا بتتسكر الصفحة يلي كتبت هالإهانات وما بتعود ترجع تنفتح. أما موقع فيسبوك فيبدو أنه كان عباله يختبر قدي المستخدمين أو فيها، فخرب هو بحد ذاته الأبليكيشن تبعه على أندرويد ببعض المناطق بالعالم. الهدف من هالخطوة هو أنه يشوف فيسبوك إذا يلي كانوا يستخدموه على السمارت فونز رح يضلون يفوتوا على حساباتهم من الويب. النتيجة أكيد ما رح يعلنها فيسبوك بس رح يستند عليها مثل ما بيعمل بهالنوع من الدراسات لتحسين بعض الخدمات يلي فيه. قبل الختام بدي أذكركم أنه التصويت يلي أطلقوا موقع الانتيفي الإلكتروني لاختيار أفضل زينة ميلادية بلبنان لهالسنة ينتهي بكرة، يعني كل يلي بعد ما صوتوا فوتوا هلا على ntv.com.lb/bestdecoration ونتيجة رح نتعرف عليها سوا يوم الخميس. بيبقى نعيد كل متابعينا الأرمن بعيد الميلاد المجيد وكل المسيحيين بعيد الخطاس. دايم دايم وأنا بشوفكم بكرة ومن هلا لوقتها stay connected. أحوال الطقس مع ألين برموانا.
بونسوار. الأجواء المتقلبة اللي بلشنا فيها الأسبوع رح تستقر اعتبارا من بكرة. الحرارة بترتفع بس الأجواء بتضلها باردة. الهواء جنوبي غربي بتوصل سرعته لل 35 كيلومتر بالساعة. الحرارة عم بتسجل على الساحل 20 درجة ببيروت، على الجبال 7 درجات بفقرة، أما بالداخل فعم بتسجل 11 درجة بزحلة. نسبة الرطوبة بتوصل ل 80%، البحر متوسط ارتفاع الموج، أما ساعة الشروق بكرة فعلى الساعة 7 إلا ربع تقريبا. لمحة سريعة عن طقس بكرة والأيام الجاية، بكرة طقسنا غام إلى صافي مع 20 درجة بيستقر على هالشكل لنهار الخميس تيرجع يتحول طقسنا إلى ممطر الجمعة مع 17 درجة ومكمل ممطر حتى نهار السبت مع 18 درجة. استفيدوا من هاليومين الصحو قبل ما ترجع الأمطار اعتبارا من ليل الخميس، وتابعوا نشرتنا يومية لتعرفوا تفاصيل أكثر عن حالة الطقس. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة، المزيد عبر مواقعنا على تويتر فيسبوك ومتفي.com.lb. دايم وإلى اللقاء، وطبعا تابعوا ديانا بهيدا حكي بعد قليل. إلى اللقاء. إلى اللقاء.